السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هتكلم عن وظيفة ذهبت لها 3 مرات ولم أحصل عليها في جلاسجو في قسم اللي هو الأنف والأذن والحنجرة في اللي هو الرويال انفيرمري بتاعت جلاسجو. كنت بشتغل أنا في 1978 في مستشفى اسمها ستوب هيل هوسبيتال في قسم الجراحة العامة مع كونسلتنت اسمه كروسلينج، كان انجليزي وعايش في اسكتلندا. فجت الوظيفة دي وقدمت عليها الحمد لله وذهبت المرة الأولانية، انا الوحيد في الانترفيو، انا الوحيد مش حد تاني غيري، ورفضوني ورجعوا عملوا الوظيفة مرة تانية، اعلنوا عنها مرة تانية، فذهبت لهم مرة تانية كنت برضك انا الوحيد، وعملوا معي انترفيو، كلمتهم وقلت لمستر كروسلينج يعني حصل كذا كذا المرة اللي فاتت وبرضك ما قبلونيش، فعملوها المرة الثالثة ورحت برضك هناك عندهم ومفيش فايدة، انا الوحيد ومرضوش ياخدوني. ففي الاخر مستر كروسلينج كان قاعد بيهزر معي يقول لي شوف بقى يا ابني، شوف بقى يا ابني كده بالبلدي كده، شوف كلم ربنا بتاعك ده، يعني مفيش حد الا انت في الوظيفة والناس مش عايز تاخدك، يبقى في حاجة تانية. وعلى العموم انا هروح اكلم المستشار اللي هو رئيس القسم هناك واشوفه هو ليه بيعمل كده معاك انت، وكلمه فعلا والراجل قال له يعني انا جاي لي ريفرنس، يعني مش جاي، التزكية بتاعته سيئة جدا جدا من شخص معين كان هو بيشتغل معاه في مستشفى تانية، فعشان كده مش قادرين ناخده. فقال لي يا ابني الشخص ده اللي هو المستشار التاني اللي بيضحك في وشك كنت انت شغال معاه وقال لك انا هكتب لك تزكية كويسة جدا جدا، يعني بيكتب لك تزكية زي الزفت، لذلك اللي هو المستشار اللي موجود في الرويال انفيرما دي مش هياخدك طبعا ضد التزكية اللي كتبها الرجل ده، واستعمل حد غيره، استعمل اسمي انا، كنت لسه بشتغل معه بقالي 6 أشهر في مستشفى ستوب هيل، واستعمل اسمي انا ومستعملش اسم الرجل ده. وفعلا اول ما استعملت اسم مستر كروسلينج جات لي الوظيفة اللي في برمنغهام اللي انا هتكلم عليها فيها بعد. فبالتالي احذر ابتسامة من لا يريدون لك الخير، احذر ابتسامة من لا يريدون لك الخير وقد يعدوك باشياء لن ينفذوها لك على الاطلاق. يعني 3 مرات اروح للوظيفة وما اخدهاش يبقى اكيد في شيء مش كويس فيا، ومجرد ما انا غيرت اللي هو التزكية لواحد تاني خدت الوظيفة وربنا جابني على مدينة برمنغهام. فاحذروا يا شباب في تعاملكم مع الناس واعلموا الناس اللي بتعامل معهم قبل ان تسألوهم عن ان يزكوكم للآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.